المهم يا سيدي بقى ما تهبب جدي وراح اتفرج على الماتش في الاستاد وما شافوش في التلفزيون وهو في الاستاد. المغرب طبعا بتلعب جامد جدا والجمهور كله جمهور مغربي. المهم راح الزمالك اتغلب يعني، فبعد تالت جون جدي سخن قوي لان جدي اصلا كان هو زملكاوي عتيد يعني، فقال لا كده ما ينفعش وطوبة وفي دماغ الحكم يا معلم. بس وما اكتفاش بكده، لا شوية طوب في دماغ اللعيبة ونزل عمل قلق في الملعب تحت، نزل في الملعب ملعب تحت ومسك الكرة قال ايه عايز يجيب جون شرفي عشان يبقى 3-1 بدل 3-0. اتفضل اتفضل. المهم يعني الحرس المغربي بقى مسكوه ورحلوه من المغرب ومنعوه من دخول دولة المغرب الأوروبية تاني خالص. طيب ايه رأيك يا دولة في ان هو ممكن يعني يجي هنا هون يقعد في البازار وانت تأجر لي الأوضة اللي هي فوق السطوح دي يعني اللي جنب الفراخ، واو لما اجوع اقوم دابح فرخة واكلها، ادبح اكل ادبح اكل. استنى استنى، هو في أوضة فوق السطوح عندنا في العمارة؟ يا خبر ابيض يا دولة ما اقولكش بقى يا عم، دي الفيلا الفيلا اللي انا بحلم بيها يا دولة طول عمري، نفسي في خلال ال 30 سنة اللي جايين يا دولة اشتريها وامتلكها. ادعي لي يا دولة. مش هدعي لك، المهم يعني الفيلا دي اللي انت بتحكي عليها الاوضة اللي فوق السطح ايجارها كام يالا؟ لا لا دي حراقة يا عم. كام؟ اخلص. وصلت ل 20 جنيه دلوقتي. وصلت ل 20 جنيه؟ طب هي كانت بكام يعني قبل كده؟ لا كانت بستين جنيه دولة، بس انا ما كانش ساعتها معايا فلوس. ولا يعني هي كانت زمان رخيصة بستين جنيه ودلوقتي وصلت لعشرين جنيه ما شاء الله. يعني فعلا الزكاوة دي مش ملهاش علاقة بالوراثة لان انت غيري طبعا يعني. انت عارف انا رمزي البيضة الاول ولا الفرخة؟ سطوح؟ سطوح اللي عايز ترمي جدك فيه؟ يا ماما هو انا هرميه منه يا ماما؟ يعني هيقعد عادي في الاوضه؟ يا بصي اقول لك حاجه، بلاش بلاش، انا ورانيا بقى اللي هناخد الاوضه بتاعه السطوح دي وهقدم على تليفون ان شاء الله، واول ما يخش لي التليفون اي حد عايز حاجه ما يطلعليش، يكلمني في التليفون وانا ابقى دلدل السبب. ماشي، بس بابي ما يطلعش فوق السطوح. بابي؟ ماشي يا ماما ماشي، مش هيطلع فوق السطوح. ماما انا اللي هقعد فوق السطوح انا ورانيا، خلاص ما يجراش حاجه يعني عادي جدا، لان انا كمان اكتشفت ان الشقه دي زحمه ما استوعبناش كلنا، فانا ورانيا هنقعد فوق السطوح خلاص. والله هتوحشني يا عادل. ايه ده انت صدقت ولا ايه يا ماما؟ عادل بص من الاخر كده يا عادل، انت عايز تاخد جدك تطلعه تقعده فوق السطوح اهلا وسهلا، بس ما تدخلش مامتي في الموضوع ده وما تطلبش من اي حد فينا اي خدمه في الموضوع ده. طبعا عشان كلكم خايفين تواجهوا جدي. لا يا خفيف، عشان انت بس اللي اتضريت، انت اللي سبت اوضتك، ما حدش فينا ساب اوضته. ماشي عادي جدا، انا هقول لجدي وهواجهه. هو انا يعني هخاف؟ الحق يا عادل جدك. ما حدش يقول له ان انا هنا، ما حدش يقول له ان انا جدك افرغ محتويات الاوضه كلها واصبحت هشيم. هشام؟ هشام مين اللي جاي يسكن عندنا دار اخر؟ هشام ايه عادل، انا جبت سيره هشام، بقول لك جدك خرج كل محتويات الاوضه بره في الصاله. اتبرش فيكوا حاجه على بقى لقبط. يا جد ايه في ايه؟ دي اوضه تقعدوني فيها، حرام عليكوا حرام عليكوا، ده انا كنت قاعد في قصر، حرام عليكوا. احنا برضو اللي حاطينك فيها يا جدي. دي اوضه سقفها واطي، كل ما باجي انا بحس ان سقفها يكبس على صدري، حرام عليكوا حرام عليكوا. فخرجت السرير ونمت على الارض براحتك بقى. عشان برضك يعني الواحد يكبر المسافه بينه وبين السقف، يعني مش كل شويه يخبط في في. طب بص يا جدي، في اوضه فوق السطوح هتنفعك، هتعجبك جدا. اهب حاجه سقفها عالي؟ كابورليه من غير سقف وازاز كهرباء. ايه ده؟ ودي كام دي يا حاج؟ اقعدي ساكته انت خالص بدل ما يطردنا من الاوضه ونترمي على السلم. ها يا جدي ايه رايك؟ ايه رايك تيجي بقى تتفرج على الاوضه دي بنفسك؟ انا بطلعش اشوف اوض، الاوضه هي اللي تتزل لي هنا، حرام عليكوا حرام عليكوا. ماشي يا جدي اجيبها لك تتعرف عليها، مع ان انا شايف يعني ان انتوا انت والاوضه يعني لو اتقابلتوا في حته محايده مش هنحرجها. وعيالها اللي عاملين شباب، انتوا فين؟ انت قاعد انت يا بت؟ ايه الراجل ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالحاج،
نورت السطوح والعماره والحته كلها. بصي ورا لسه ما حجتش، ما تقوليليش يا حاج، بس عملت عبره يعني الحمد لله. قولي لي يا عمري. طيب يا حاج يا عمري، يعني اهي الاوضه اهي حلوه وبرحه وشرحه وريحها زي الفل. ايه نشره الارصاد الجويه اللي احنا نزلنا فيها؟ مين الولاد؟ بنت مين؟ انا ام ميرفت يا اخويا. ام ميرفت؟ وميرفت عامله ايه بال؟ يا اخويا اسكت، تعبانه قوي 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 مع جوزها. وجوزها اسمه ايه؟ ابو مدحت. ومدحت عامل ايه بال؟ ايه بغلبهم، مغلبهم قوي. والناس كلها تعبانه الا انت يا بقف. اه صح صح، مرتاح انا فعلا يا جدي. وانت بقى هتبقي كل يوم يعني هتقعدي معايا هنا بقى مش كده؟ لا يا ربي يخليك. لا طبعا يا عمري، انا طبعا ليا شقه هنا في العماره، لان العماره دي كلها بتاعتنا. بس يعني وانت طالعه بتنشري الغسيل هتيجي تزوريني ولا ايه؟ طبعا، امال ايه يا عمري، امال ايه، ده الجيران لبعضها. بس انا دلوقتي بقى بنشر في البلكونه شقتي، لاني مش قادره لا اطلع ولا انزل. ركابي ركابي توجعاني قوي قوي قوي. طب ما دام ركبك تعباكي تعالي لي ورا ادلكهم لك. تشكر يا اخويا، الف شكر. بس انت يعني لو جايب معاك من المغرب زيت كده اسمه المنكار، يبقى الف كتر خيرك. اديني حبه وانا ادلك بيهم رجلي. قوي قوي اجيبه. يا سلام، انت بس تجي لي يوم كده وانت لوحدك ما فيش حد، اديك شويه زيت يلا. تعلم المنكار. قلت يا اخويا عايزني اجي لك ليه لوحدي؟ ايه القدسه العبيطه دي مش فاهمه ياض. لا بعكسك يا ام ميرفت، ما تقلقيش. ايه يسلم بقك اللي بنقط عسل نحل. لكن اهو بص بقى يا عمري، اتفرج على الاوضه شرحه وبرحه وزي الفل. انا بقى هاجرها واخد منكم 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه يا ام ميرفت؟ ايه 200 جنيه؟ 200 جنيه لا، مش اقل من 400 جنيه. يا جدو يا جدو، دي ب 20 جنيه. وانت مش عارف انت هسكت مين؟ مش اقل من 500 جنيه. يبقى يا حبيب قلبي نقول بقى 700. 700 جنيه مش انت اللي هتدفع؟ مين ده اللي هيدفع ياض؟ لا انت اللي هتدفع، وابقى اخصم من الورث بقى ان شاء الله. لا على 200 طبعا يا ام ميرفت. بص يا سعادة، انا مش هقدر انزل كلام الراجل الطيب ده في الارض. زي ما هو قال انا هنافس، ده مش طمع مني ولا حاجه. لا ابدا، ده جشع مني. ايوه بس مش طمع. واخبار ميرفت ايه؟ كنت يا عمري زي ما قلت لك في الاول، تعبانه قوي 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 مع جوزها. وهي بقى ايه؟ وجوزها ده اسمه ايه؟ ابو مدحت. طب مدحت بقى عامل ايه مع ابو؟ يا قطعت، انا ما بقبلهاش خلاص، هي من سكه ولا من سكه. طب وانت عندكم اللي هو ابو فاروق؟ عندكم ابو فاروق؟ ايوه يا اخويا عندنا ابو فاروق، ده لسه راجع من الحج، ولا كان حاجه حصل ولا كانها حجت. وانت ركبك اخبارها ايه؟ تعباكي؟ والله يا عمري تعباني قوي قوي. ولا روح هات حاجه. الحمد لله. والله الحمد لله، ده لولا الاوضه اللي فوق السطوح كان زمانها دلوقتي مشاتيت في الارض. المهم ان انا قدرت احافظ على الموقع الاستراتيجي الاخير اللي موجود ليا في الشقه هنا. مع ان بابي هيبقى بعيد عني، لكن مش مشكله، طالما ساكن فوق هنقدر نشوفه كل شويه. يعني يوم جمعه وهو رايح يصلي مثلا صلاه الجمعه. رمضانات بقى كده يعني. عارف يا عادل، انا معجبه جدا جدا بيك في صياغه الامور وحكمتك في تسييس الامور. ماما إيه؟ ماما الحي في ايه؟ الحي ام ميرفت ماسكه في جده عماله تصور. يا خرابي ليه؟ دي غلطتي، احنا حطينا يا اخوانا البنزين جنب الكبريت. عملت ايه يا جدي؟ كانت بتجري ورحت مسكتها دبحتها بقى قبل ما تبيض. دبحت ام ميرفت؟ هي ام ميرفت بتبيض؟ ام ميرفت بين يا دغوف انت، الفرخه دبحتها وام ميرفت قعدت تصوت، بس اكتشف بقى قلت لها ان انت هتدفع لها 100 جنيه، 100 جنيه رخصت والله فراخ. وشوف يا سلام، وايه كمان يا جدي؟